أنا أرى أيضا الزميلة مروة فهمي مستعدة لمتابعة حالة الطقس هذا الصباح. مروة، شكرا لك يا محمد. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم في جولة جديدة من توقعات المناخية. أبدأ من السعودية، حيث توقع أن تندفع إلى المملكة كتلة هوائية جافة وحارة جدا قادمة من صحاري الربع الخالي اعتبارا من اليوم بحسب موقع طقس العرب، حيث يتوقع ارتفاع ملموس للحرارة وجفاف حاد بالأجواء. كذلك تنشط الرياح الجنوبية الساخنة المثيرة للأتربة والغبار كما يظهر من خلال صور الأقمار الصناعية، وتهب رياح جنوبية شديدة الجفاف والحرارة تثير الأتربة والغبار على مناطق واسعة من المملكة تشمل الرياض، كما يحذر من انخفاض مدى رؤية الأفقية، ويتوقع أن تقترب الحرارة من 40 مئوية لتكون أعلى من معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من العام. كما نتابع من خلال فهرس درجات الحرارة، ويحذر أيضا من انخفاض مدى رؤية الأفقية في بعض المناطق نتيجة لنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار. هذه الكتلة الهوائية الحارة والجافة تجعل الإمارات أيضا على موعد مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، ويتوقع أن تكون الأجواء مستقرة عموما أيام الخميس والجمعة والسبت وحتى الأحد القادم مع مسار تصاعدي لدرجات الحرارة. كما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات المئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، ومن ثم إلى ما يقارب 40 مئوية مطلع الأسبوع القادم مع هبوب رياح جنوبية. نتحول إلى درجات الحرارة متوقعة هذا النهار في مختلف العواصم الخليجية، مسار ثلاثينية في مسقط أبو ظبي تصل إلى 32 درجة مئوية، كما نشاهد الدوحة ترتفع عنها بدرجة واحدة مع أجواء مشمسة. نلقي نظرة على الرياض في المملكة السعودية، تصل العاصمة إلى 36 درجة مئوية، والكويت تقل عنها بدرجة واحدة فقط مع أجواء مستقرة في الكويت. مشاهدينا وصلنا إلى الختام، شكرا للمتابعة والمزيد في النشرات المقبلة، إلى اللقاء.